على مستوى الكاراتيه يمكن يعني كان ليا الشرف، ولحد دلوقتي هو المدير الفني، ان انا كنت تحت قياده الدكتور مراد عاصم، هو لحد دلوقتي المدير الفني الاب الروحي طبعا لكل ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي. دكتور مراد كان دايما قاسي علينا، يعني ما فيش حاجه اسمها لاعب بيتدلع، مفيش حاجه اسمها انك مش هتنزل البطوله علشان انت عندك اصابه، لا دوس على اصابتك قاسي. وبعد بقى ما تخلص البطوله وتجيب اول خلاص وجبت المركز بتاعك، تعال بقى نشوف اصابتك دي هنحلها ازاي، تعال نعالجك، احنا نعالجك بس هات الاول. بالظبط. ولحد دلوقتي دكتور مراد هو حتى المدير الفني عندنا دلوقتي في الفتره دي في المنتخب، فيعني انا تواصل معاه طبعا احنا بنوجه له التحيه الحقيقه، طبعاً دكتور مراد من احد عظماء هذه اللعبه واللي اسس لها في النادي الاهلي كمان هو الدكتور مراد عاصم.